أعزائي مشاهدي اليوم السادس، أهلا بيكم. من الأول كده، مفيش حد كبير على حيل النصابين. ما تبصش بقى على الحلقة دي باستهتار وتقول أنا عارف كل حاجة. حيل النصابين اللي أنا شفتها في كندا دي أنا عرفتها وقريتها وهرشتها ولما بيقعدوا يتكلموا معايا بجيب معاهم من الآخر وأقعد أحكي معاهم خلي بالك، حيل النصابين دي كل يوم في تجدد مستمر. صحيح احنا النهاردة هنتكلم عن حاجات انتشرت قوي كانت في 2019 لما ناس كتيرة مننا جالهم التليفونات بتاعت النوع بتاع احنا سيرفيس اونتاريو وادينا السن نمبر بتاعك وانت عملت جريمة وعاوزين بياناتك عشان ننقذك والكلام الهطل ده. لكن عاوز اقول لك انهم دلوقتي بيستغلوا الكوفيد 19. واحد من الحاجات الجديده اللي ظهرت دلوقتي انه بيتصل بيك ويقول لك انت واخد التطعيم ولا لا، لو واخد التطعيم اضغط رقم واحد. فلما حضرتك بتضغط رقم واحد هوب تضيع منك المعلومات اللي متسجله على التليفون وفيها طبعا ارقام حساباتك الشخصيه وكارت الائتمان وحاجات كتيره كمان. في ناس كتيره قوي بتقول لك كمان دلوقتي احنا هنساعدك عشان تاخد الفلوس من الحكومة، انت ضحية من ضحايا الكوفيد، هنساعدك عشان تملى الفورم، والفورم دي طبعا محتاجة فيها بيانات كتيرة ممكن سعادتك من غير ما تعرف تقولها لهم او من غير ما تحس تقولها لهم عشان تاخد حقوقك او فلوس اللي انت المفروض ان انت ليك حق فيها من كندا وقت الكوفيد. هيكون ضيفي النهاردة معايا المحامي مينا جوبريل، وده محامي معروف في كندا وبالذات في اونتاريو، ليه تخصصات في مجالات كتيره لكن هو مهموم بالشؤون السكام بزنس ده اللي بيحصل، وهيكون ليه دور كبير قوي معانا انه يساعدنا ويفتح لنا افكار كتيره قوي نعرف بيها ايه اللي بيحصل في موضوع الفراد والموضوع السكام بزنس ده. احنا مش كمان بس هنحاول نقول لك خلي بالك من كذا وكذا، كلنا ممكن نقع ساعات، بيبقى في واحد مش واخد باله مش في مود كويس ويكون مركز وعارف ان ده ممكن يكون سكام، بس لظروف ما في الفترة اللي هو جاله التليفون او جات له الايميل او جاله الموضوع ده كان مخه مشتت بشكل ما او كان اوفرولمد بحاجات كتيرة. وانا هوريكم حاجات بتحصل دلوقتي في ارايف كام في السفر، والناس اللي هي بتحط الاب وتبقى في الهيسز بتاع السفر دلوقتي، ان احد انت عندك كميه بيبر وورك بتبقى بتعملها قبل ما تسافر رهيبه. فالحاجات دي كلها ممكن تبقى انت مش مركز وتتسحب منك الحاجه دي فتضطر انت تقع في الفخ زي ما بيقولوا. فهو هيساعدنا كمان يقول لنا نعمل ايه لو حصل لا قدر الله حد فينا، وزي ما قلت مفيش حد حاسس ان هو كبير على المشكلة دي ممكن تحصل ليك في أي وقت وفي أي عمر وفي أي فئة سنية بأي شكل ما. فلازم نكون على طول صحيين وألرت، وياريت تشيروا الحلقة دي لناس كتيرة. أفكركم إن إحنا عندنا رقم تليفون 289-8011 عشان تتواصلوا مع المحامي الأستاذ مينا جوبريل لو عندك أي أطروحة أو أي سؤال. مفيش مشكلة أنك تشارك بحاجة حصلت لك، أنا عارف أنها ممكن تبقى شوية embarrassing أو محرجة، بس صدقني أنت بتساعد ناس كتيرة قوي بأن أنت تقول يا جماعة أنا وقعت في الحفرة دي. خلي بالكم الطريق ده فيه حفر كتيرة، أنا وقعت في واحدة منهم أو سمعت أن في حد أنا أعرفه وقع، ادينا فكرة وشارك معانا عشان صدقني ناس كتيرة قوي أنت بتحميها. مش كل الناس عندها كل الخبرات، وبالذات انتوا عارفين ان كندا بلد هجره، كل يوم في زمايل لينا واهالي لينا واصدقاء لينا بييجوا، وانت ما تقدرش تغطي كل ده وتحكي لهم كل اللي ممكن يقعوا فيه
في يوم وليلة. فبرنامج زي كده أو خدمة بيقدمها لنا المحامي مينا جوبريل ممكن تفيد ناس كتير. فياريت يا إما تطرحوا أسئلتكم تشاركونا على التليفون، أو تتفضلوا تشير الحلقة دي لناس كتيرة يقدروا يستفادوا بيها. دي مش أول وآخر حلقة، دي بدايات، فساعدونا في البدايات وإحنا هنكون دايما متواصلين معكم. ضيف النهاردة في الحلقة، أهلا بيك الأستاذ المحامي مينا جوبريل. أهلا بيك أستاذ مينا. أستاذ مينا نعدل بس الكاميرا عشان الصورة مش مظبوطة. الكاميرا بس اعدل لنا الموبايل بس. أيوة تمام. ألو أستاذ مينا جوبريل سامعني؟ هو مش سامعني غالبا. لحد ما يتواصل معانا تاني هنرجع له، نرجع لكم تاني. زي ما كلمتكم في موضوع الفرود بيزنس، انا هوريكم شويه حاجات لحد ما يتواصل معانا المحامي مينا جوبريل عن طريق خدمه الزوم، لانه الموضوع فيه اطروحات كتيره قوي وفي مشاكل كتيره بتحصل. زي ما انتم عارفين بيجي لنا تليفونات كتيرة قوي كلها بإما الفراد ده أو إما الطريقة اللي بيحصل بيها الاسكام بيزنس دي بتبقى بأشكال مختلفة، كل مرة بتبقى بشكل غير التاني. مرة تلاقي يقولك أنا سيرفيس أونتاريو وبيديك الإحساس إنه فعلا سيرفيس أونتاريو، يعني تسمع كول سنتر جنبك وتسمع بيديك الأمبيانس نفسه لذيذ كده وتحس إن في تليفونات بترن حواليك وقالوا سيرفيس اونتاريو وبتاع واهلا وفلان الفلاني. انا ما اعرفش بيجيبوا الداتا دي منين وما اعرفش الناس دي وتوصلت الحاجات دي ازاي، بس اهي بتوصل ويبتدي يكلمك ويقول لك انت حصل لك كذا وكذا وكذا واحنا عايزين نساعدك وادينا بياناتك عشان نكمل. نحاول تاني الاتصال مع مينا جوبريل او نطلع فاصل لو في مشكله تقنيه لغايه لما نحلها. نطلع فاصل، هنطلع فاصل ونرجع تاني ليكم وما تروحوش في اي حته. هنحل مشكله التكنيكال ايشو ونشوف ازاي نحل الفخ اللي ممكن نقع فيه من خلال الفراد والسكام بزنس اللي بيحصل في كندا. خليكم معانا.
ورجعنا لكم تاني اعزائي مشاهدي اليوم السادس، ومعانا ضيفي المحامي مينا جوبريل. اهلا بيك استاذ مينا. اهلا بيك يا استاذ مجدي، ومتشكر جدا على الاستضافه بتاعت اليوم السادس ليا واستضافه حضرتك ليا النهارده. ميرسي خالص ليك وميرسي لوقتك. عارفين طبعا مشغولياتك، وعارفين انه الموضوع لولاش ان هو شيق، وانت مهتم جدا ان او مهموم بالمشاكل ممكن تجي لك بسبب الناس اللي للاسف بيحصل لهم الاسكام ده، ونوع من الاحتيال والنصب اللي بيحصل. يمكن خليني اشارك معاك الارقام اللي حطيتها كندا في ويب سايت جميل جدا، انا عايزكم كلكم تتفرجوا عليه وتشوفوه. حطاه ستاتس كندا وحطاه الحكومه بتاعت كندا، ممكن مخرج يحطه لنا على الشاشه. بيورينا قد ايه الارقام رهيبه جدا، انت مش متخيل كميه الريبورتد كيسز اللي بتحصل كل سنه على الفراد اللي ممكن يحصل. يعني حوالي 49,000 تقريبا السنه دي ريبورتد. انا ممكن اشوف السكرين عشان انا مش معايا. ثانك يو. هتلاقي 46,000 و77 كيس سنه 2020. الفيكتيم حوالي 32,700 مثلا. 130 مليون دولار راحوا السنه دي نتيجه الفراد او السكام اللي حصل للناس. ده طبقا لكنيديان انتي فراد سنتر. الارقام السنه دي اقل بكتير ريبورتد عن السنه اللي فاتت، يعني تقريبا النص. السنه اللي فاتت كان 71,000، السنه دي 46,000. لكن بصوا على الرقم، الفلوس السنه دي 130 مليون من 46,000 ريبورتد كيسز. السنه اللي فاتت كان 71,000 ريبورت كيسز بس، حوالي 106 مليون بس. ده نتيجه ان الناس بتطلع افكار جديده وحاجات اغلى كتير، بيبتدي يطلب فلوس اكتر. تعليقك ايه يا استاذ مينا على الارقام اللي حطاها كندا انتي فرود سنتر بالنسبه للاسكام اللي بيحصل في كندا؟ أستاذ مينا سامعني؟ في حاجة في الصوت برضو ولا إيه؟ أستاذ مينا؟ أستاذ مينا؟ إحنا سامعينك، اتفضل. في مشكلة في الصوت، معلش احنا اسفين للسادة المشاهدين، في تكنيكال ايشو النهاردة في الصوت، بس احنا ان شاء الله هنحله. معلش نرجع فاصل تاني ونحاول نشوف المشكلة بتاعت الصوت دي حصل فيها ايه. للأسف
ورجعنا لكم تاني، حلينا مشكلة الصوت بس بشكل تاني. معايا الأستاذ المحامي مينا جوبريل، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ مجدي، وشكر تاني أجين. مش عارف أنا طبعا كنت المشاهدين سمعوني، أنا بشكر برضو التيم بتاع اليوم السادس والاستضافة بتاعتكم الكريمة النهاردة. الموضوع أنا عارف إن أنت مهموم جدا بمشاكل السكام والفراد بيزنس. أنا عرضت من شوية الأرقام بتاعت الفراد اللي موجودة في كندا، حوالي 47,000 أو 46,000 ريبورتد كيسز، وجابوا حوالي 130 مليون بزنس فراد للناس اللي بتعمل السكام بزنس ده. رقم كبير جدا. إيه تعليقك على الأرقام اللي بتحصل دي؟ هو أول حاجة الأرقام ديت مش هي اللي بتوضح الواقع اللي احنا عايشين فيه. طبعا الأرقام دي أكتر بكتير جدا من اللي هي بتبقى مسجلة من خلال الحكومة الكندية لعدة أسباب. واحد، أول جزء إن مش كل الناس اللي بتعمل لهم فراد بيريبورتد، ومش كل الناس اللي بيبقوا فيكتيم للفراد برضه بيريبورتد. وطبعا طالما إن هم مش كل الناس عملت ريبورتنج، فبالتالي الأرقام نفسها مش كاملة. ولكن الفراد بقى جزء أساسي في المجتمع دلوقتي نقدر نقوله، لأن اللي هم الناس المسؤولين عن التزوير والسكامز وحاجات زي كده كل يوم بيبقى عندهم ايديز جديدة بيحاولوا إن هم ينصبوا على الناس بيها. طيب احنا جالنا تليفون، ناخد التليفون ونقول ألو. ألو، أيوه. ألو ألو ألو، قفل. معلش، هو النهارده في، معلش، يظهر في سكام علينا جامد بسبب موضوع السكام اللي احنا بنتكلم عنه. طيب نرجع نرجع على الأسئلة اللي مطروحة من خلال الناس كتيرة قوي. هو ايه انواع اللي بتحصل في السكام؟ يعني احنا بنشوف انه في، طبعا احنا عندنا ديسكليمر بتاع المحامي، كلنا عارفين انه احنا وي هاف تو لوك ات ذات فيرست. بس في انواع كتير قوي من الفراد بتحصل من كندا. انا هركز قوي على الحاجات الاساسيه النهارده في الحلقه. في يا اما بتيجي من سيرفيس كندا، يا اما تيجي عن طريق كندا ريفينيو سي ار اي، يعني ناس بتدعي انهم سيرفيس كندا وناس بتدعي انهم سي ار اي، او الناس بتدعي انهم الاميجريشن، وبيوجهوا اسئله للفيكتيمز من خلالها بيقدروا يوصلوا لمعلومات بتبقى suspicious calls، وفي الاخر بيوصلوا لمعلومات خاصه اهمها انهم يعرفوا شويه البيانات اللي يقدروا من خلالها يبتدوا يحتالوا على الناس دول. جالنا تليفون، اقول الو. في حاجة برضو، مشكلة في تليفونات، معلش ساعدونا، حاولوا تتصل تاني لغاية لما نشوف مشكلة الخط بتاع التليفون فيها ايه كمان النهاردة. ألو؟ أيوة؟ أهلاً. ألو؟ يس، مريم. هاي يا مريم، أنت معانا وإحنا سامعينك على الهواء، ومعاكي ضيفنا المحامي مينا جوبريل. اتفضلي اطرحي السؤال أو التعليق بتاع حضرتك. لا انا انا جاست ليسننج، انا بسمع بس انا الموبايل فصل، فانا بس بسمعني. يو كان ليسن طبعا من التليفون، او يو كان ليسن من من اللاين، من على الويب سايت بتاع الحلقه تحت. okay. طب انت عندك اي استفسار؟ okay. مريتي بحاجه زي كده يا مريم؟ يعني في سمعتي عن حد من اصحابك او معارفك جالهم سكام كول؟ لا، انا اول مره اسمع، فعشان كده عم انترست. لو في اسئله هسال. طب اتفضلي، اهلا بيكي. لو حطينا الويب سايت بتاع كندا بيتكلم عن السيرفيس كندا، بيحسسك ان انت في كول سنتر يمينة، ويبتدي يتكلم معاك. نحط الويب سايت ونشوف الكومنتس اللي هما بيقولوا لنا عليها، ويبتدي يسالك اسئله من خلالها يقدر يعرف بيانات عنك، وبيبتدي يستفسر. بيجي لك
كلاينتس كتيرة قوي يا مينا في الموضوع ده، ولا اغلبهم بيبقوا كندا ريفينيو؟ لا، هو ابتدى يجي لنا كندا ريفينيو طبعا، كانت اكتر حاجه موجوده في 2020 قبل موضوع الكوفيد ما يبقى سترونج يعني. وطبعا في immigration كندا as well، وهم بيبقوا بيتارجت ال newcomers مثلا. immigration كندا CRA بيتارجت الناس اللي هم موجودين في كندا. انما الجديد اللي موجود دلوقتي هو كوفيد 19 سيرفيسز و repayment claims. فدي طبعا من الحاجات اللي هي مرتبطه بالنيو كليمز اللي ابتدينا نشوفها دلوقتي. وطبعا في ارايف كان which is اللي هو معروف ان اي حد بيحاول يسافر بره او راجع كندا بيحتاج ان هو يستخدم السيرفيس دي. فديت الحاجات الجديده اللي ابتدت تبان. وطبعا حاجات قديمه كنا برضو بنسمع عنها كتير ومعظمنا بتجيله اللي هو البنك تكست مسجز، يعني بيقول لحضرتك مثلا تي دي بانك يور بانك اكاونت وي تي دي بانك هاز بين سسبندد، او مثلا وقفوه، وعلشان انت تعمل له ري اكتيفيشن لازم تدوس على الهايبر لينك دوت او اللينك ده. فدي طبعا من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير، بس هو جديد كان هو كوفيد 19 واللي احنا بنشوفه دلوقتي الحكومه بتريبورت عليه اللي هو ارايف كان. طيب انا هاخد دلوقتي قدامنا على الشاشه السي ار اي باي فون. لو وقفنا هنا هيقول لك ان السي ار اي they may ask for verification، مثلا عايز يعرف personal information، عايز ياسك for your account. هل هما محتاجين يعملوا كده؟ يعني دي برضو بتدي suspicious ان هو هل ممكن السؤال فعلا يبقى related للاكاونت بتاعي وانا مش عارف هل هما فعلا سي ار اي ولا مش سي ار اي. يعني انا عارف انه هما حاطين على الويب سايت ان سي ار اي will never ديماند ان انت تدفع لهم فلوس ثرو اي ترانسفير ولا بيتكوين ولا مش عارف ايه، ولا هيبقى في نوع من الاجريسيفنس معاك يقول لك انت لو ما عملتش كذا هنعمل فيك وهنسوي والكلام ده. انما ازاي اقدر افرق بين الكولز اللي فعلا من السي ار اي والكولز اللي هي من الناس اللي سكامرز دول؟ هو استاذ مجدي، هو المشكله الاساسيه حتى في السي ار اي دلوقتي، حتى من اللي هم ديسكلوزت على الاوفيشال ويب سايت، ان هم بيقولوا ان هم دي كان ان هم يقدروا ان هم يسالوا المواطن على سوشيال انشورنس نمبر. بعد ما انا ابقى عارف نمره تليفون حضرتك واسمك واقول لك اديني سوشيال انشورنس نمبر، انت كده اديتني حوالي 90% من المعلومات اللي انا محتاجها. لان معظمنا طبعا في انفورميشن بتبقى موجوده اونلاين، زي مثلا تاريخ الميلاد موجود على الفيسبوك. فلما بقى جبت مثلا تاريخ الميلاد حضرتك من على الفيسبوك، جبت التليفون حضرتك وعرفت اسم حضرتك وجبت السوشيال انشورنس نمبر، مش متبقي لي حاجه عشان اقدم لك مثلا على كريدت كارد اون يور بيهاف وابعته على العنوان بتاعي، صح؟ فاعتقد التليفونات اللي زي كده اللي بتيجي حتى لو هي يعني مكالمات واقعيه وجايه من سي ار اي، هو افضل حل اعتقد يعني ان الشخص ما يتكلمش كتير، يعرف زي ما بيقولوا كده الاوفيسر الاول اسمه ايه والموضوع عباره عن ايه، وبعد كده هو يتواصل بشكل مباشر مع سي ار اي من خلال الموقع الرسمي بتاع سي ار اي. لو سي ار اي عايزين منهم معلومات ساعتها هيبقى الموضوع بشكل واقعي، وهنبقى عارفين ان احنا بندي المعلومات بتاعتنا للسي ار اي اوفيسر دايركتلي، لان احنا اللي متكلمين واحنا اللي دخلنا على الويب سايت بتاعهم هم شخصيا. طبعا مهم قوي يا استاذ مجدي ان يبقى اللي بيكلمني دوت ما ادانيش مثلا ويب سايت يقول لي ادخل عليه وهتلاقي الانفورميشن بتاعتنا موجوده ورقم التليفون بتاعنا موجود. اهم حاجه طبعا اللي انا كنت برضو عايز اقول عليها، في نوع من انواع التكنولوجي دلوقتي اللي هو بيسموه زي السنيفنج دوت، بمجرد ان انا ممكن اخد تليفون استاذ مجدي واكلم بالمشاهدين بتوع البرنامج على اساس ان انا استاذ مجدي، لان باخد رقم التليفون بتاع حضرتك من خلال الكمبيوتر. فطبعا الموضوع يعني يبقى المكالمه كانها جايه من طرفي انا شخصيا، كان انا اللي اتصلت وانا طبعا مش موجود ولا ما اتصلتش ولا حاجه، بس هو بيستخدم طريقة معينة تقنية انه يقدر يطلع اسمي ان انا المتصل بالفيكتم اللي هو بيستغل انه مجدي يوسف هو اللي اتصل بيه مثلا.
ده مظبوط بالظبط كده. وبعد ما حضرتك بتدي السيل نمبر بتاعك ما بقاش في حاجه متبقيه علشان هم يعملوا اي فراد ان يور نيم، او يعني هم يعملوا تزوير ماي بيهاف يعني او يعني بنيابه عنك، يعني يستخدموا اسمك في التزوير بالظبط. يبقى هو اللي عمل المشكله دي مش هم، الشخص اللي هم استخدموا اسمه او انتحلوا رقم تليفون شخصيته. وده انا بلاحظ كمان دلوقتي ريسنتلي بيتارجت ناس معينه على السوشيال ميديا، سواء يكون عندهم بزنس معين او يكون عندهم نشاط معين على السوشيال ميديا، ويبتدوا ياخدوا بياناتهم ويقدروا يسكام ويهددوهم بقى بعد كده ان يقدروا يبعتوا فيديوهات او حاجات مش مظبوطه لاصدقائهم واصحابهم، وتبقى عمليه طبعا محرجه ومش لطيفه طبعا. او ان هم كمان زي ما حضرتك كنا بنتكلم تحت الهوا يطلبوا مساعدات باسم الشخص ده، مظبوط؟ مظبوط جدا. طيب في حاجة تالتة دلوقتي كمان، الإيميجريشن. أنا عارف إن حضرتك ليك باع كبير في الإيميجريشن، هل ممكن حد من الآي آر سي سي تصل بحد من الإيميجرانتس ويهدده مثلا بطريقة معينة، أو يقول له مفروض تجيب حاجة أو تبعت حاجة؟ هو برضو دي نقطة مهمة جدا، الإيميجريشن أوفيسر عمره ما هيتصل بأي مواطن أو لاجئ أو مقيم في كندا يطلب منه أي إجراء سريع. يعني هو اللي بيبقى التواصل اللي احنا بنبقى عارفين مثلا إذا كانت في قضية لجوء، إذا كان في مثلا قدمنا sponsorship application، قدمنا مثلا renewal للPR card، الحاجات اللي زي كده دي كلها معروفة أن أنا إيه الخدمة اللي أنا طلبتها من الإيميجريشن كندا وأنا متوقع ريزولت إيه. ولكن اللي بيحصل في الإسكان بتاعهم بيقول له أنه هو في أمر deportation أو ادفع الفلوس دي immediately. وأول ما هو الشخص يلاقي أن كندا بلد فيها قانون ومحدش يقدر يقول لحد تطلع بشكل immediately، أن هو تطلع بشكل سريع مثلا تغادر البلد أو أن احنا هنحبسك أو أن احنا هنسجنك أو هنتعرض لأهلك، الحاجات دي كلها عمرها ما تحصل من immigration officer. ودي اللي هي نقدر أن احنا نقول عليها red flag. لو طلبوا مننا فلوس بشكل مباشر وتدفع لهم، أول حاجة ما عمرهم هيطلبوا فلوس بتوع الإيميجريشن أوفيسرز at all، فإحنا ما عندناش ديت النقطة الأولانية ديت أول ريد فلاج. الحاجة الثانية لغة التهديد دي مش لغة الجوفرمنت أوف كندا بأي طريقة ما، فطبعا دول موجودين في الإيميجريشن بشكل كبير وناس كتيرة اتنصب عليهم من خلال المكالمات التليفون حتى وهم معاهم إقامة موجودة في كندا، يعني معهم سيتيزن شيب وهم كانوا بيتكلموا معاهم على ان هم هيعملوا لهم اوامر ترحيل. فطبعا لازم ناخد بالنا من الكلام ده ونحط في الرادار بتاعنا ان ممكن اي حد يدعي ان هو immigration كندا بيتصل بينا. تمام. طب خلينا ناخد السؤال ده later on، بس خلينا ناخد الجديد في السكام. احنا عارفين السي ار اي ان هو يكلمك يقول لك اديني بياناتك عشان انا من سي ار اي وانت ما دفعتش التاكس وعليك 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 والكلام ده، او انه بس هو اللي بيحصل انه ساعات بيديك لينك لفعلا ويب سايت كانه جوه السي ار اي بورتال، يعني بيديك احساس ان انت في وضع في مشكله مع السي ار اي وتتلبخ وتبقى تحت امره. باول ما بيحطك تحت هذا التهديد بتفقد انت تركيزك، بيقدر يستغل ده لصالحه انه يقدر يقول لك حول لي فلوس او حاجه زي كده. يا ترى ايه اللي بيخلي الناس تقدر توصل لمعلومات شخصيه جدا من جوه السي ار اي نفسها؟ يعني هل ده بيحصل؟ هل في ليج في الداتا؟ ازاي بيوصلوا للمعلومات الشخصيه بتاعتنا؟ هو حاجتين، واحد طبعا مفيش حاجه مستحيل ان هو يبقى في موظف غير امين جوه السي ار اي بيسرب بالمعلومات عن المواطنين في كندا او المقيمين في كندا، فدي نقطه مش بعيده، وفي اي موقع عمل ممكن يبقى فيه انسان امين وغير امين، فديت اول نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز اعلق عليها، لما حد يديني انا لينك ويقول لي ادخل عليه حتى لو هو شكله بشكل سي ار اي والحاجات اللي زي كده، اول خطوه لازم اعملها ان انا ارجع خطوه الاول، وهو بيقول لي مثلا ادخل على اللينك ده على طول، لا اديني اسمك وانا هتواصل مع سي ار اي في مكالمه تانية، انا دلوقتي مشغول مش فاضي
يعني نقدر ننهي المكالمة بأدب وفي نفس الوقت ما بنسمعش التوجيهات اللي بتتقال، لأن احنا ما بيبقاش عندنا الوقت الكافي ان احنا نفكر ونركز في اللي احنا بنعمله. الويب سايت بمنتهى السهولة الناس بتقدر تعمل دوبليكيشن او تعمل نسخة مطابقة شبه يعني شبه مطابقة بالضبط للمواقع بتاعة الحكومة الكندية، وبالتالي هو بيدخلك بيخليك تحط الانفورميشن بتاعتك بتاعة اللوجن ان اول مرة، وانت ان انت حطيتها بتتحط في الداتابيز بتاعتهم هم بتاعة الاسكامر او الناس اللي هم نصابين دولة، وبالتالي هم بيبقى لهم اكسس على طول على السي ار اي، بيدخل كل المعلومات اللي هو عايزها بتاعة اللوج ان، وبالتالي بيقدر ياخد يعني يحصل على المعلومات من خلال الموقع او من خلال الموقع بتاع السي ار اي نفسه. فهما دول طريقتين، واحد من جوه السي ار اي ممكن يبقى هو بيليك الانفورميشن، والحاجه الثانيه ان احنا بنخطا وان احنا بنحط معلومات زي اللوج ان والانفورميشن بتاعه اللوج ان، وبعد كده بنبص نلاقي ان هم اخذوا اللوج ان انفورميشن وهم استخدموها بنفسهم على السي ار اي وابتدوا ياخدوا المعلومات اللي هم محتاجينها مننا. تمام. لو المخرج يحط لنا الجديد بقى، زي ما انت اشرت في الكوفيد 19، انت وضحت لنا حاجه مهمه قوي، قلت لنا انه مفيش داعي الفهلوه بتاعه المصريين، معلش سامحوني، ان انا لا انا فاهمه قوي وهقعد اتكلم معاه واخده ووديه واتفرج عليه شويه. انت ما بتفضلش ان احنا نطول في الكلام مع الناس دول، مظبوط؟ تمام جدا. تمام، لانه في ناس بتحب تتواصل معاهم وتقول لك انا هجيب اخره واشوف اخره هيوديني لفين، انا فاهمه فانا بلعب عليه بقى، ومبروم على مبروم ما يلفش وحركات كده. هو بص، هو طبعا هو احنا يعني ساعات بنحب نفكر ان احنا لا احنا نقدر برضو نهزم الناس النصابين دول، ولكن احنا الحقيقه ان احنا بنعرض نفسنا لخطر اكبر. يعني بمعنى ان انا بتكلم معاه كتير، لو في لينك اتبعت مثلا وانا دوس عليه بالغلط وانا بتكلم في المكالمه، ممكن ياخد كل المعلومات بتاعتي. اتنين، هو ممكن يبقى بياخد مني معلومات لان التكنولوجي كل يوم بتطور بشكل رهيب جدا، واللي كنا لا يمكن نتخيله زمان دلوقتي بيحصل بمنتهى السهولة. فان هو يبعت لك لينك وانت بتتكلم معاه، ان هو ياخد رقم تليفونك وانت بتتكلم معاه، كل ده ما بيفيدش في اي حاجة غير ان احنا بيعرضنا للخطر. وللأسف الناس اللي هي بتتكلم معانا دول ان هم النصابين الموجودين، هم بيكلموك من بلاد تانية اصلا، هم مش موجودين في كندا. فحتى لو انت عرفت ان هو ده اسمه مايك، اسمه جون، اسمه سام، مش هيفرق معاك في حاجة لانك برضه مش هتعرف توصل له. ففكرة التسلية طبعا بتعرضنا لخطر اكبر من ان احنا ننهي المكالمة بشكل سريع ونبلغ الجهات المعنية بالفراد دوت او بمحاولة الفراد. طب تعالى دلوقتي ناخد معاك، يعني انا عندي اكزامبل اكد على كلام المحامي مينا جوبريل، انه كندا الكوفيد 19 مثلا، انت ممكن يجي لك مكالمة ويقول لك انت واخد التطعيم ولا لا، فلو واخد التطعيم اضغط رقم واحد، فانت طبعا بتضغط رقم واحد، خلاص يا معلم، هوب الضغطه دي تكون جابت الجول. يعني بس في الكوفيد، في فتره الكوفيد كندا الفيكتيمز دفعوا 7.6 مليون دولار للسكامرز دول عشان حصل فراد، 23842 حاله ريبورتد و21 منهم 1923 كيس فراد فيكتيمز للموضوع ده. اكتر حاجه بتحصل هي انه بيقول لك انت حبيبي ده انت الحكومه هتديك فلوس لان انت ضحيه من ضحايا الكوفيد، انت سايب شغلك او انت ليك حق تاخد اللي هو بيسموه ايمرجنسي ريسبونس بنفيت، فاحنا هنديك البنفيت دي، تعال نساعدك نملى الفورم سوا، وانت يا حبيبي تملى الفورم معاه وطبعا تكون حطيت فيها كل بياناتك الخاصه وكل ارقام عناوينك وارقام الحساب بتاعك في البنك عشان يبعتوا لك عليه الفلوس اللي غالبا هتروح منك. كمان دلوقتي ارايف كان دلوقتي انت المفروض انها فري سيرفيس، وانت داخل على كندا المفروض بتعبي كل البيانات بتاعتك، البي سي ار بتاعك، الدوكيومنتس بتاعتك. هو بيجي يقول لك لا ده احنا كمان محتاجين دوكيمنت عشان تحمله، نوفر لك وقت وتدفع فلوس. فسعادتك بتبقى اوفرويلمد، وانا بشوف الناس اللي جايه من السفر دلوقتي الوضع صعب جدا في مطارات، في مطار بيرسون او ايربورت
حدث ولا حرج، المطار عامل زي الزو بتاعت مصر بالظبط، فوضع غير طبيعي يعني. فانت دلوقتي بتبقى اوفر ويلمد بالبيبر وورك كتير، فممكن تبقى عندك كده فوق في دماغك، فتقول يلا بسرعه انا عايز الحق الطياره، تملى الورقه دي ارايف كان، لا ده بفلوس، تدفع سعادتك افراد، ومن خلاله ممكن يخش على السوشيال ميديا بتاعتك، وهكذا تتطور الموضوع. طيب سؤالي للاستاذ مينا، عادل امام قال لقد وقعت في الفخ، كلنا مفيش كبير على النصب، كلنا مرينا بحالاتنا، انا اهو اشهد قدام البرنامج بتاعي ان انا مريت بمراحل اتنصب عليا فيها كتير، كلنا مفيش حد كبير على ده، وما تحسش ان انت يعني اتضحك عليك وان دي حاجه محرجه، لا ده طبيعي، وبالعكس قول واتكلم وشارك عشان غيرك يتعلم من اخطائك وتحمي ناس كتيره حواليك. سؤالي للاستاذ مينا، انا النهارده وقعت واديت السين نمبر، انا عارف ان السين نمبر مثلا ما اقدرش اطلب واحد تاني مكان السين نمبر بتاعي، حتى لو عملت واحد جديد الرقم القديم ما اتلغاش، فاعمل ايه لو انا وقعت في فخ ما واديت اي رقم شخصي من الارقام اللي المفروض ما اديهاش لحد، اتصرف ازاي؟ هو طبعا اول خطوه لازم تتعمل ان لازم نكلم البوليس ستيشن او اللوكال بوليس ستيشن، ده انا اول ترجيح، وطبعا انا شايف ان الحكومه الكنديه بتقول نتكلم على او كندا او اللي هو سيرفيس كندا. طبعا هو اول حل ان انا اتصل بالبوليس، البوليس بيبقى لهم بيبقى عندهم معلومات محدثه بشكل كبير جدا عن انواع الفراد وايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن يتلحق بسرعه. فبالتالي انا دوت اول ريكومنديشن، والتاني ريكومنديشن طبعا نكلم او كندا او سيرفيس كندا. سيرفيس كندا هتوصلنا بالسي ار اي، وان هم يقدروا يحطوا نوتس او يحطوا الاكونت بتاعتنا مونيتورد باي بحد معين من جوه السي ار اي نفسه، وما بيبقوا عارفين ان في حد احتمال ان هو يستخدم المعلومات اللي اخذها ان هو يستفاد من ناحيه فراد او تزوير، وبيحطوا عينيهم على الاكونت بتاعنا. بالنسبه لموضوع الاميجريشن او حاجه زي كده، لان هم برضه هم الاثنين مرتبطين ببعض، لازم برضو اكلم الاميجريشن كندا وابتدي اتواصل معاهم واقول لهم ان ديت انا اتنصب عليا في المعلومات الفلانيه او دفعت فلوس للشخص الفلاني. ومعلش يا استاذ مجدي، انا يعني انا في نقطه مهمه في موضوع السرب، لان دي معلومه برضو جديده، ان هم دلوقتي كمان بيكلموا ناس يقولوا للناس ان انتوا اخذتوا سرب وان انتوا ما كنتوش كواليفايد دي، ولازم ايميديتلي تعمل ري بيمنتس بتاعه السرب، فدي خطر برضو كبير، اي حاجه بشكل سريع بتبقى دايما عليها ريد فلاج وان احنا المفروض ما نعملهاش. ولكن تحت اي ظروف طبعا ما فيش حد كبير على الخطا وان هو يعني يبقى سبجكت للانفراد او يبقى ضحيه للتزوير، زي ما بنقول ان احنا محتاجين احنا نتواصل مع قسم الشرطه اللي هو القريب مننا، وبعد كده نتواصل مع الجهات المعنيه سواء او كندا او سيرفيس كندا او سواء الاميجريشن. يعني انا دلوقتي حاطط على السكرين ريبورت اوف فرود اند سايبر كرايم من كنديان انتي سيرفيس انتي فراد سنتر، هتلاقي ان انا حاطط لك كل ازاي تعمل ايه، ولو حصل لك مشكله هاو تو ريبورتد، وبالذات السايبر كرايم دلوقتي بقت منتشره جدا الاخرى. وازود لك من الشعر بيت، في ناس كتير قوي بتشتري حاجات اونلاين من الماركت بليس، من حاجات زي كيجيجي، وبيطلع لك حاجات تبان كانها زي البراند الاصلي، وفي الاخر تدفع ارقام فلكيه ويجي لك ايتم يقول لك انا ده انا اشتريته مش محتاجه ومش عايزه، وادي الريسيت كمان بتاعته وعايز ابيعه لك، فبتروح تشتريه اونلاين، بتروح تلاقي ان انت خدت بيس اوف جاربج. كمان لما تيجي تحط عربيتك وتقول له انا عايز ابيعها ب 25000 دولار، تلاقي واحد من يقول لك انا جاهز وهدفع لك الفلوس كاش، وابعت لي ديبوزيت، ومش عارف ابعت لك ديبوزيت، وابعت لك شيك، وطبعا الشيك ده اكيد مزور، وبتسلم العربيه وتلاقي ما خدتش حاجه. نفس الكلام في ملابس او جزم او شنط او حاجات زي كده. ففي سكامرز اونلاين بطريقه رهيبه،
وان ما كانش الموضوع سكيورد وانت عارف وليك اصدقاء جربوا الحكايه دي قبل كده، يبعت لي يقول لك مش عارف كوسكو عامل كوبون ب $50 ب $300 ب $500، يا جماعه الحدايه ما بتحدفش كده اكيد. و it's يعني it's not gonna be a good to be true، يعني مش هتصدق ان ده ممكن يحصل، فما فيش حد بيعمل ده. فما تتخدعش ورا اي لينك وتصدقها غير لما تشوف حد فعلا عملها وجربها وقال لك انا خدت الحاجه دي، ساعتها شوفها هي فين واطمن منها، لكن غير كده مفيش داعي تحط نفسك في المشكله دي. طيب، في سمعنا كده برضو يا استاذ مينا عن انه انا النهارده I have to pay for بعض السنترز ان هم ممكن يساعدوني انهم يتابعوني لو انا النهارده وقعت في 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 في, في سكام وفراد، يقدروا هم يتابعوا اي ترانزاكشن بتحصل باسمي وانا بعمل سبسكريبشن في السيرفيس دي، هل ده مظبوط زي ايكويفاكس مثلا او ده؟ طبعا ده اوبشن تاني، بس ايكوفاكس ده يعني بنقدر نقول ان هو مؤسسه محترمه، اوكي، لان برضو انا خايف ان احنا نبقى عندنا فهم برضو خاطئ ان هم نفس الاسكامر اللي هم نصبوا علينا في الاول يرجعوا ينصبوا علينا مره تانيه بان هو ياخد مننا معلومات تانيه. ولكن طبعا كلام حضرتك مظبوط ان انا ممكن بمجرد ما بقى انا يعني ضحيه للتزوير او الديت سن نمبر او ابتدى الديت كريدت كارد انفورميشن بتاعتي او البنك اكاونت انفورميشن، طبعا انا ممكن ابتدي اتواصل مع الهيئات ديت على اساس ان هم يمونيتور اي ترانزاكشنز بتحصل بالنيابه عني. تمام. طيب، نصيحه اخيره تديها للمشاهدين بتوعنا، نقول لهم ايه بالنسبه للسكام 1 2 3 كده ناخدها يعني تيك اواي مسج؟ تمام. هو اول حاجه احنا هنعملها هو المتصل دوت بيتصل بيا ليه، ماشي؟ ريفينيو كندا او سي ار اي، حضرتك عايز ايه؟ عايز السوشيال انشورنس نمبر بتاعي او اميجريشن كندا عندهم اي سؤال؟ طب انا هقفل مع حضرتك وهكلمك تاني. فديت اول نقطه اللي انا بقولها. اتنين، الطريقه بتاعت التواصل، في ساعات بتبقى مكالمات تليفون، ساعات بتبقى ايميل، ساعات بتبقى تكست مسجز. التليفونات احنا كلنا فاهمين قلنا ان ممكن اي حد ياخد رقم تليفون ويبان ان هو كانه بيتكلم من جفرمنت في كندا. وفي نقطه كمان اهم من كده، ان حتى الموظفين بتاعه جفرمنت في كندا وجفرمنت اوف اونتاريو ساعات بيتكلموا دلوقتي ان هم كلهم بيشتغلوا ريموتلي، ساعات بيتكلموا من انون كولر. انا ما انصحش حتى لو الموضوع ان فعلا متصل حقيقي من الحكومه الكنديه او الحكومه اونتاريو، انا مش ملزم ان انا اجاوب على حد بيتصل من اي انون نمبر. يعني انا شخصيا حتى في المكتب عندي اللي عايز يتصل لازم يتصل من رقم انا افهمه واعرفه واقدر اتصل بيه بعد كده تاني. الايميلز مثلا في حاجات واضحه جدا، انا ما ينفعش حد مثلا يبعت لي ايميل يقول لي ان كسبت في مسابقه انا عمري ما قدمت فيها، فنبقى برضو واخدين بالنا من الايميلات اللي بتيجي. التكست مسجز بتاعت مثلا البنوك وبتاعت سيرفيس كندا زي ما حضرتك قلت، السيرب دوس نمبر 1 على كوفيد 19 فاكسين، الحاجات دي كلها انا مش مطالب ان انا اعمل اي حاجه من كده. الحكومه الكنديه لو انا ما ردتش على الطلب بتاعهم او المكالمه بتاعتهم، محدش هيجري ورايا ويدخلني السجن لو انا كلمتهم بعديهم بساعتين، بعديهم بيوم، بعديهم بيومين حتى، ولا هتفرق مع اي حد اي حاجه. ودوت انا اعتقد ان هي دي النقطه الاساسيه اللي تحمينا كلنا، لان وانس ان احنا بنحط نفسنا تحت البريشر ان احنا نرد بشكل مباشر ونبتدي ندي معلومات، احنا ما نعرفش ابعاد المعلومات ديت الشخص الثاني هيستخدمها ازاي. ومعظم الوقت بيبقوا هم الناس النصابين دول بيبقوا هم عندهم بلان ابعد من تفكيرنا في الوقت الحاضر، لانهم بيقعدوا يفكروا في الاسكام بتاعهم دوت لمده يمكن اسابيع ويمكن شهور كمان عشان يعمل الاسكام الواحد دوت. فبيبقى عارف هو عايز ياخد منك انهي معلومه في انهي وقت ويضغط عليك على طول يقول لك اتصرف بالشكل ده. واخر حاجه عايز اقولها للمشاهدين ان هم احنا عندنا نوعين من الاسكام، اسكام ان انا اخد انفورميشن واسكام ان انا اطلب فيها دفع فلوس. اسكام للانفورميشن زي ما قلنا هتبقى الحكومه الكنديه والحاجات اللي زي كده، انا مش مطالب ان اديهم معلومات على التليفون، انا ممكن انا اقفل المكالمه واتكلم تاني وهتبقى ارخص لي واسهل لي واضمن لي.
الحاجه الثانيه بتبقى الاسكام ان هو يقول لك حضرتك فلان الفلاني وانت عليك السن نمبر بتاعك مثلا 1 2 3 4 وحضرتك عندك شركه او ما عندكش شركه وساكن في العنوان الفلاني، يعني اداني كل المعلومات اللي توضح لي ان هم الحكومه الكنديه او السي ار اي، وحضرتك لازم تدفع لنا دلوقتي 3 4000 دولار 5000 دولار في 20000 دولار لينا. ازاي انا ادفع لكم الفلوس دي؟ ادفع لي بيتكوين، ادفع لي جيفت كارد، بريبايد كريدت كارد، ويستر يونيون اند ماني جرام، اي حاجه من الحاجات دي كلها على طول ريد فلاج وبتثبت لي ان اللي بيتكلم دوت هو واحد نصاب. وزي ما قلنا احنا مش محتاجين ندي فرصه لناس تتكلم زي ما استاذ مجدي قال بالظبط، ان انا مش محتاج ان انا احط وقت ومجهود وادي فرصه لحد نصاب يحاول ينصب عليا في المكالمه. انا شغلتي ان انا انهي المكالمه بشكل سريع وبعد كده اتواصل زي ما انا عايز مع الحكومه الكنديه او حكومه اونتاريو. تمام، بس هو مشكلتهم استاذ مينا انهم بيتارجت واحد بيكون مثلا نيولي ايميجرانت بيتكلم في اوقات معينه، هم بيبقوا عارفين ان بيبقى مثلا اخر النهار اوفر ويلمد بقى تعبان، عارف ان انت خلاص راجع من شغلك خلاص مش شايف قدامك ومرهق، يعني هم بيختاروا التوقيت او الشخص المناسب ان هو بيبقى في الفخ بتاعهم ده. يعني الحيل بتاعتهم ما بتخلص وما بتنتهيش، ف يعني لازم نكون حذرين بطريقه يعني شديده، ولا انا غلطان؟ ده كلامك بالظبط مظبوط كده يا استاذ مجدي، ودوت اللي هو بيقول نفس الكلام اللي انا بقوله، ان الشخص اللي قبل ما يتصل ويحط فكره للسكام او الفراد هو بيبقى دارس الموضوع كويس قوي، زي ما قلنا الوقت المجهود الشخصيه نفسها. يعني في ناس مثلا انا اعرفهم بروفيشنالز، فهو بروفيشنالز عارف ان انت مهم قوي بالنسبه لك ان انت تبقى ان كومبلاينس مع الكورت، سوري مع التاكسز، يعني تبقى ملتزم بالضرايب بتاعتك في وقتها وكل حاجات زي كده، فبيخلي الانسان مش مركز كويس. ولكن زي ما احنا قلنا احنا اللي في ايدينا كل المفاتيح، اي حد بيكلمني من الحكومه الكنديه او من البنك بتاعي انا بقفل معاه المكالمه وبرجع انا اتصل من الارقام اللي انا عارفها اللي هي عندي على التليفون وعندي على المواقع الرسميه، ودي اسهل واحسن طريقه. وما الاوفيسر نفسه اللي بيتكلم حتى لو هو اوفيسر حقيقي بيتكلم من سي ار اي او من جوفرمنت اوف اونتاريو، ما يقدرش ان هو يعني يقول لك لا انت لازم تتكلم معايا، لو انا قلت له بمنتهى الادب انا متشكر جدا، اسم حضرتك ايه كذا، والموضوع عباره عن ايه كذا، انا دلوقتي مش فاضي، انا هبقى اكلم الموقع دوت او هكلم سي ار اي مثلا بعديها بنص ساعه بساعه بمجرد ما ابقى انا فاضي، الموضوع انتهى. كمان في حاجه دلوقتي تقنيه جوجل والسيرش انجن، واحنا قاعدين مثلا معاك على التليفون حد ممكن يكون قدامك تليفون تاني جنبك كمبيوتر، بتعمل سيرش على الرقم اللي جاي لك ده وبتعرف ده سكام ولا لا، وبتقدر تقرا. ناس كتير قوي مرت بنفس التجربه دي، فانت بتشوفها في ساعتها وبتعرف ان ده سكام في ساعتها، يعني ممكن بسرعه تقدر تقرا ما وراء السطور يعني وما وراء الاحداث دي. هل ده شيء برضو ممكن يكون بيساعد؟ هو بص هو الشيء بيساعد، بس انا يعني انا برضو انا يعني يعني انا موقفي في النقطه ديت واضح في حاجه واحده، ان انا مش محتاج افتح الباب اصلا ولا حتى اقعد ابذل مجهود ان انا اشوف الموضوع ده يعني اسكام ولا لا. انا كل اللي يهمني ان جفرمنت اوف كندا كلمتني ثانك يو سو ماتش، انا هرد عليكم بعد نص ساعه. يعني انت بتقفل الباب من اوله على طول، انا جفرمنت اوف كندا متشكر قوي، انا وصل ان انت اتصلت بيا، انا هكلمك، باي باي، سلام عليكم. بالظبط كده، وترجع انت تتصل بقى مين، تشوف مين يا جماعه اللي كان كلمني ده، وفيها ريسك اكبر. مظبوط، تمام كده بقت واضحه بالنسبه لي الصوره، احسن من ان انا اخد ودي معاه وافتح باب لايه للشيطان يخش وينخور ورايا، يمكن يغير دماغي، يعني انا اكون مثلا مش مركز قوي ويقول لي لا خد اللينك ده انا فلان، وتخش فعلا على اللينك تلاقي فعلا سي ار اي واللوجو بتاع كندا وبتاع، يبقى ده مظبوط انا في الاسكان. بس سؤالي الثاني، هل هي نهايه الدنيا؟ يعني انا لو لا قدر الله وقعت في هذه في هذا الفخ، يعني هل دي نهايه الدنيا ولا ليها حلول؟ لا طبعا، هي الحلول الاولانيه ان احنا نحافظ على المعلومات، فاحنا نتواصل زي ما قلنا بالجهات المعنيه اللي هي تقدر تحط عينيها على الاكونت بتاعتي زي سي ار اي، البنك اكونت بتاعي، يعني اديت المؤسسات اللي ممكن
تبص على الاكونت بتاعي، او زي ما احنا حطينا على الشاشه تاني نحطها تاني على الشاشه، اللي هي الانتي فراد بتاعه كندا اللي بتدينا حمايه من السايبر كرايم او الفراد. يعني ده اكزامبل مهم قوي ان احنا نشيله معانا. اتفضل. يا والحاجه الثانيه اللي احنا لازم نأكسبت ان احنا زي ما حضرتك قلت قبل كده اتس اوكي لو انا اتضحك عليا في حاجه. الحل ازاي ان انا بس احل بعد كده، وازاي ان انا احافظ على معلوماتي او الانفورميشن عندي. ولكن في حاجات طبعا ما لهاش حل خالص، بمعنى ان انا اتسرعت واخدت المكالمه، وزي ما احنا قلنا اخدت وديت مع الشخص دوت على التليفون وقال لي روح حول الفلوس على البيتكوين، وانس ان انت حطيت الفلوس في البيتكوين اللي ما تقدرش ترجعها، ولا حكومه كندية تقدر ترجعها، ولا حد يقدر يوقفها. نفس الموضوع للجيفت كارد زي ما قلنا، البريبايد كريدت كاردز ويسترن يونيون وماني جرام، الحاجات دي كلها وانس ان انا بعت الفلوس، الفلوس دي راحت خلاص. يا دي حقيقه انا اضم صوتي لصوتك فيها. في حاجات اللي راح ما بيرجعش، وفي حاجات بنتعلم منها وبنكبر الليرنينج كيرف بتاعنا وبناخد خبرات في حياتنا. استاذ مينا جوبريل انا بشكرك جدا على وقتك، وبتاسف لك تاني على التكنيكال ايشو اللي حصل النهارده، ولكن النهارده كانت حلقه مميزه ومثيره ومهمه جدا لكل الناس اللي بتتابع حياتها، وبقت حياتنا كلها اونلاين، وبقى السكام موجود كمان لينا اونلاين، وعلى يعني زي ما بيقولوا على قريب جدا من ايدينا، بيقدر يوصل لنا من خلال التليفون، من خلال الكمبيوتر بتاعنا، وفي اخطار كتير حوالينا لازم نبقى احنا حافظينها وننقلها لكل اللي حوالينا، سواء كان اجيالنا الصغيرين، الشباب الصغير اللي ممكن يتعرضوا للسكام دول، ننقل لهم خبراتنا، او يمكن هما كمان ساعات هما بيبقوا اشطر مننا، هما اللي يقولوا لنا الخبرات بتاعتهم، نسمع لهم. يعني نسمع لاولادنا الصغيرين اللي هما عندهم خبرات، يقول لك لا يا بابا لا يا ماما ده ما ينفعش، اوعى تدي الرقم ده لحد، اسمع لابنك لانه عنده خبره اكتر منك في بلد، لان هو متواصل مع المجتمع. لو انت النهارده ما عندك عامل اللغه مش مساعدك او في اي حاجه تانية، اديله هو فرصه وتاكد ان ما يحصلش حاجه زي كده. كمان شارك مع اصدقاء ليك، مع معارف ليك المشكله، عشان نقدر كلنا نحاول نوصل فيها لحلول. استاذ مينا جوبريل انا بشكرك، واخر رساله توجهها لمشاهدي اليوم السادس. انا اول حاجه بشكرك استاذ مجدي برضو للاستضافه دوت، ده شرف ليا ان انا ابقى مع حضرتك وابقى مع المشاهدين. ويعني انا اتمنى ان احنا كلنا نبقى حريصين ونستمتع بحياه بعيده عن المشاكل اللي هي زي ما بنقول السكام والفراد، ويعني ونحمي اولادنا ونحمي نفسنا. بس اخر نقطه عايز ازود عليها، بالظبط اللي حضرتك قلت دلوقتي، ان احنا محتاجين نشارك الانفورميشن، لان معظم الناس ديك لما بيتكلموا بيقول للناس ادفع فلوس من خلال البيتكوين او جيفت كارد، او انت اتعمل لك هاكينج على البنك اكاونت بتاعك، اول حاجه بيقولوها للناس ما تقولش لاي حد حواليك على الموضوع دوت خالص لغايه لما الانفستيجيشن تخلص. فدوت علشان هو يمنعه من التواصل، فيعرف ان هو ضحيه لعمليه تزوير او عمليه نصب. فانا بضم صوتي لصوت حضرتك استاذ مجدي، واتمنى لكل مشاهدينك يعني حياه كريمه ومستقبل ان شاء الله سعيد وباهر في كندا. المحامي مينا غوبريل بشكرك جدا، وشكرا جزيلا لك على وقتك النهارده واستضافتك معانا في اليوم السادس. Thank you so much. أعزائي مشاهدي اليوم السادس، كان معانا النهارده حلقة شيقة، يا ريت تشاركوا بيها مع كل أصدقائكم ومعارفكم عن النصب والاحتيال من خلال الأونلاين أو من خلال السكام، وبالذات كمان دلوقتي ريسنتلي بقى في الجوبس، لأن الناس كتير قوي محتاجة وظائف كتيرة، فممكن يستغلك ويقدر يعرف بياناتك عشان خاطر يقول لك أنا عندي ليك شغل كتير. خلي بالكم وحرصوا ليكم وعلى أولادكم، وتصبحوا على خير.